الباك هي ستحمل في المسلسل؟ متى سوف تحمل باك هي من فراس؟ هل حقا باك هي حامل؟ والكثير من الأسئلة حول حقيقة حمل باك هي من فراس. في هذا الفيديو سوف نجيب عن تساؤلاتكم. حسب الأحداث المسلسل حبيبتي من تكون في الهند، فحتى الآن باك هي لم تحمل ولا توجد أي دلالات على حملها من فراس. ولكن في النسخة البنغالية من المسلسل، والتي تعتبر النسخة الأصلية من المسلسل، فباك هي سوف تدعي الحمل من فراس بسبب غيرتها من ساي، وستبدأ الأحداث بعد موت سمرات ودخول باك هي في حالة من الحزن والاكتئاب، ليضطرها لزيارة الدكتور الذي يخبر الجميع أن فراس هو من يستطيع إخراجها من هذه الحالة، فيضطر فراس إلى الاعتناء والاهتمام بها، وفي المقابل سيهمل ساي فتغار الكثير على فراس وتقوم بإخباره أن باك هي بدأت تهلوس وبدأت تقوم بأفعال جنونية. تطلب منه أن يرسل باك هي إلى البيت والديها لكي يعتنوا بها، ولكن فراس يرفض ذلك ويعتبر باك هي مسؤوليته. بعدها فراس سيذهب إلى مهمة عمل، يضطر إلى ترك البيت، وهنا باك هي سوف تعاني من أعراض تشبه أعراض الحمل، وتقول للجميع أنها حامل من فراس، والعائلة انصدمت، وأيضا أم فراس، والكل كان في صف ساي، وساي ستقرر ترك المنزل وتصديق باك هي. بعد مدة يعود فراس إلى المنزل ويكتشف ما حصل في غيابه. أثناء ذلك العائلة تقوم بطرد باك هي وفراس من المنزل، ويعتبرونهما وصمة عار على العائلة. بعدها ستكون قفزة 5 سنوات في المسلسل. في احتمال كبير أن النسخة الهندية من المسلسل حبيبتي من تكون ستأخذ نفس المسار، وستكون هناك نفس الأحداث، فقط تغيرات بسيطة. إن كنتم تريدون معرفة ما حدث بعد 5 سنوات وكيف سيتم كشف حقيقة باك هي، فأخبروني في التعليق. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.